بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لهم إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تلخيص ما مضى في قضية البغض في الله في أقسام الذين يبغضون في الله، كما أن هنالك من يحب في الله هنالك من يبغض في الله. وقال الإمام الغزالي، وهنا تلخيصا، أن القسم الأول هو الكفر، ويقسم إلى قسمين: الأول يكون محاربا وهذا يحارب، والثاني يكون معاهدا أو ذميا إلى آخره، والثاني المبتدع، وهذا المبتدع أيضا يقسم إلى قسمين: مبتدع يدعو إلى بدعته، ومبتدع في حال وعنده بدعة ولكن لا يدعو إليها أو لا يقوى على الدعوة إليها. قال الإمام الغزالي عن البدعة التي إذا كان يكفر بها فأمره أشد من الذمي، والثالث المبتدع العامي الذي لا يقدر على الدعوة ولا يخاف الاقتداء به. قال: فأمره أهون، والأولى ألا يفاتح بالتغليظ إلا بالتغليظ، أو ألا يفاتح بالتغليظ والإهانة بل يتلطف به. يعني بعض الناس عنده بعض الخربوشة هيك تنصحه، لسه بتتواصل معه. وأما العاصي بفعله وعمله لا باعتقاده، الاعتقاد شيء والقضية العملية شيء آخر، فإما أن يكون بحيث يتأذى به غيره كالظلم مثلا، الظلم هو أن تعتدي على ملك الغير من بدن، من نفس، من مال، من عرض، هذا يجب أن يوقف عند حده. نعم. فمن كان متورطا بقضايا الظلم فالإعراض عنهم أولى، وترك مخالطتهم والانقباض عن معاملتهم، لأن في معصيتهم إذاء شديد للخلق. والثاني الذي يهيئ أسباب الفساد، قال الإمام الغزالي: فهذا لا يؤذي الخلق في دنياهم، بل لعله يؤذي الخلق في دنياهم. الذي يهيئ أسباب الفساد قد ينظر إلى أنه يتسبب لفلان بفساد معين، يعني مثلا كتاب القدماء أو كتابة مواقف القدماء، العلماء القدماء رحمهم الله رحمة واسعة، إذا تحدثوا عن شرب الخمر تحدثوا على أن شرب الخمر يضر بصاحبه، معصية، يضر بإيش؟ بصاحبه. ولكن شارب الخمر اليوم إذا ساق السيارة فلا يستطيع أن يضبط نفسه، باختصار شديد جدا، الذي لا يشرب يرى إنسان يعبر الشارع أو سيارة أمامه قد وقفت فيأمر من مالك أمره بإذن الله عز وجل، يأمر الدماغ، العقل ليست الخلايا، العقل يأمر القدم بأن ترتفع عن البنزين وإيش؟ تضرب بريك، مش هيك؟ كابح يوقف السيارة، أو ليس هكذا؟ عند شارب الخمر قد يكون نفس الشيء، يرى ويأمر لكن الخمر يبطئ رد الفعل. سمعتوا؟ يعني بده يرفع الرجل القدم وقوم بنقلها ولكن في بطء في القرار، وبطء في الرفع، وبطء في كبح السيارة.
خلال الثانية ثانيتين هذول شو بكون صاير؟ قضى على الذي يعبر الشارع وضرب السيارة التي أمامه. فشرب الخمر هنا اليوم لا نقول عنه أنه يضر بصاحبه فقط، أو في الذين مثلا قال إمام الغزالي عن الذين يجهزون الماخور فيلتقي الرجال فيه ومع النساء كذا. في الغرب مثل نقابات العمال، مثل ما عندنا نقابة الحدادين ونقابة النجارين، هنالك نقابات للمومسات. في الشرق زي مومباي في الهند برنامج عشرات آلاف، عشرات آلاف في المدينة الواحدة، وقالوا حوالي 70% من هؤلاء النسوة عندهم الـ HIV فيروس، يعني بالعامية الإيدز، يعني يؤدي إلى مرض إيش؟ فقدان المناعة. يعني مصنع لنشر نقول إنه هذا يضر بصاحبه ولا ينشر، ينشر رذيلة وينشر مرضا إيش؟ قاتلا. إذن في ضرر في الدنيا وضرر في الآخرة. ومن تصاحب، وسنصل إلى كلام الإمام الغزالي رحمه الله إلى مقارنة بين الأخوة، عقد الأخوة وعقد الزواج، قارن بين الأخوة والزواج. قبل أن نصل إلى هذا، قال في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. يكفيك القول بأنه لا تصاحب إلا عاقل، تصاحب الأحمق يضر بنفسه ويضرك، تصاحب المجنون، تصاحب من هو حريص على الدنيا متكالب عليها. فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين أخاه. والناس شتى، والناس شتى، الناس شتى، إذا ما أنت ذقتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر. هذا له ثمر حلو مذاقته، وذاك ليس له طعم ولا ثمر. لا، احنا نقول لا له طعم ولا ريحة. وانتهى الأمر إلى قول لقمان: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن القلوب لا تحيا بالحكمة كما تحيا الأرض الميتة بوابل القطر. قطر أرض ميتة، المطر إيش؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا. والقلوب تحيا بالحكمة، القلوب تحيا إيش؟ بالحكمة. وإذا ابتعد الحكمة معناته إيش؟ تصبح كالأرض الميتة. قالوا إن شاء الله في الغد فيه غيث بإذن الله عز وجل، فيه مطر يا رب. سبحان الله، كان هنالك تقرير عن 17 جدولا في الشمال ملوثة، ملوثة المياه معناها فيها إيش؟ غير صالحة للشرب، والأصل فيه ولا يعرفون مصدر التلوث، ولعل قلة الماء سبب في هذا. نصل إلى حقوق الأخوة والصحبة وما قاله الإمام الغزالي مقارنا بين الأخوة والزواج. قال رحمه الله: اعلم أن عقد الأخوة رابطة بين الشخصين كعقد النكاح بين الزوجين. اعلم أن عقد الأخوة رابطة بين الشخصين كعقد النكاح بين الزوجين، وكما يقتضي النكاح حقوقا يجب الوفاء بها قياما بحق النكاح كما سبق ذكره في كتاب أداب النكاح، فكذا عقد الأخوة. فلأخيك عليك حق في المال وفي النفس وفي اللسان وفي القلب، بالعفو وبالدعاء وبالإخلاص والوفاء
وبالتخفيف وترك التكلف والتكليف، وذلك يجمعه 8 حقوق. ما كنا نتصور أن عقد الأخوة كعقد إيش؟ كعقد النكاح. يعني اللي بده يقول لأخ له يقول أنت أخي بده يكون على قدها ولا ما هو كلام يخرج من الشفاء والقلب غافل عن معاني الأخوة. إنما سبحان الله، إنما المؤمنون إيش؟ سبحانه لا إله إلا هو. أخوة الإيمان، أخوة الدين، أخوة أهل لا إله إلا الله. فلا يصح أن يكون هنالك حروب بين الأخوة. نقول لأولياء أمورنا كفوا عن هذه الحروب، لا نريد حروبا ولا فرقة ولا تقسيما، هذا لا يصح. الاتحاد الأوروبي كيف أصبح اتحادا أوروبيا؟ الحرب العالمية الأولى والثانية ماذا فعلوا؟ ذبحوا بعض ملايين. الحرب العالمية الأولى والثانية ملايين من الناس ذبحت في أوروبا، وهذا بروتستانت وهذا كاثوليك وهذا أرثوذكس. في دول إيش تعتبر؟ أرثوذكسية، ودول تعتبر كاثوليكية. يعني معظم الناس تاريخيا ودول بروتستانتية وتحالفات ذبحوا بعض، وفي الأخير قال لك إيش؟ طويلة قصة الحروب بيننا. عملوا هذا الاتحاد، بدأ بسوق مشتركة، بدأ بسوق إيش؟ مشترك، ثم وصل الحال بهم إلى هذا الاتحاد ببرلمان صحيح أن دول لها بعض الاستقلالية، لكن في بعض القضايا مشتركة، وأصبحت الحدود بينهم مفتوحة. الحدود بينهم مالها مفتوحة. حتى الغريب اللي زي حالاتنا لما بروح بفيزا تأشيرة الشنغن يدخل في جميع هذه البلاد من واحدة إلى أخرى، انتهى. ما دخل أوروبا ينتقل من واحدة إلى أخرى كما يشاء في هذه الفترة التي يزور فيها، وما ترك أهل البلاد الأوروبية الفقيرة، ما تركوا بلادهم. تقولوا مثلا أنه أصبح الناس في إيطاليا كلهم سحبوا حالهم وراحوا ذهبوا إلى ألمانيا لأن اقتصادها قوي، ما فعلوا. يعني بعض الدول الغنية خايفة أنه الناس تترك بلادها وتروح ما أحسن. أحد الناس يفعل، شباب صغار لم يذهبوا عن عمل يفعل، وليس الجميع. ما ترك الناس، اقرأوا انظروا اسمعوا شاهدوا راقبوا لاحظوا. فوحدة بلادنا جميعا مطلوبة ولا غير مطلوبة؟ مطلوبة. وألا يكون بين تأشيرات مطلوبة. ونؤكد لكم الناس لن تترك بلادها. على زمن العز لما حينما لم يكن هنالك بلاد، دول قطرية مع حدود، ماذا فعل الناس؟ أهل الجزائر ظلوا في أهل الجزائر، لكن جاء بعضهم وأقام في فلسطين، وأهل المغرب ظلوا في المغرب ولكن بعضهم جاء ليش وأقام في فلسطين. ليش؟ بسبب المسجد الأقصى. بسبب المسجد الأقصى. لو لم يكن هناك مسجد أقصى لكان، ولم تكن أرض مباركة، لكان مثل أراضي في بلاد أخرى. وبعض الناس جاء من أوزبكستان، وبعض الناس جاء من البوسنيا، وجاء في عنده ناس، واللي من اليمن. انظروا إلى أسماء العائلات، سبحان الله. ولكن أهالي تلك البلاد أين ظلوا؟ ظلوا في بلادهم. قبل 48 بعض الشباب من اليمن جاءوا مشيا حبا في إيش؟ في المسجد الأقصى، مشيا، لا طائرة ولا سيارة ولا قطار ولا بعض الناس. لكن الوحدة مطلوبة، الأخوة هذا اللي تحدث عنها إيش؟ مطلوبة. ولو حققنا معاني الأخوة بيننا ما تحاربنا، لا كجيران ولا كإخوة على ميراث ولا على الشارع ولا بين الدول، هذا لا يصح. قال الحق الأول في المال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وروي موقوفا أيضا مثل الأخوين كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. علق الإمام الغزالي قالوا إنما شبههما باليدين لا باليد والرجل، لأنهما يتعاونان على غرض واحد، يتعاونان على غرض واحد. فكذا الأخوان إنما تتم أخوتهما إذا توافقا على مقصد أو في مقصد واحد، فهما من وجه كالشخص الواحد، وهذا يقتضي المساهمة في السراء والضراء والمشاركة في المآل والحال وارتفاع الاختصاص والاستئثار. لا تؤثر نفسك، الإيثار أن تؤثر إيش؟ غيرك. الإيثار أن تؤثر غيرك في حال الحاجة لنفس الشيء، تحتاج إلى نفس المبلغ إلى نفس الغرض، وتقول لأخيك خذ مع حاجتك إيش إليه. والمواساة بالمال مع الأخوة على ثلاث مراتب، أدناها أن تنزله منزلة عبدك أو خادمك فتقوم بحاجته من فضلة مالك. فإذا سنحت له حاجة وكانت عندك فضلة على حاجتك أعطيته ابتداء ولم تحوجه إلى السؤال، فإن أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير في حق الأخوة. جاء رجل في رمضان الماضي أظن فسأل سؤالا، هو حق له أن يسأل، لكن انظر إلى السؤال عن أي حال يعبر. قال هل يجوز له أن يعطي صدقة الفطر لأخيه؟ ليس لأخيه في الله، ليس لأخيه الجار، ليس لأخيه في العمل ولا في البلد، لأخيه يعني لابن أمه وأبيه صدقة الفطر، يعني ثمن ساندويش، ثمن قديش؟ تروح تقول لدار أخوك لديه أهل، زوجة وعيال وبيت ومصروف وكذا، وتنتظر من السنة للسنة وتقول أعطيه إيش؟ صدقة الفطر. هذا اللي وصلنا له. المرتبة الثانية في المواساة، قال أن تزله منزلة نفسك وترضى مشاركة إياك في مالك ونزوله منزلتك حتى تسمح بمشاطرته المال. قال الحسن كان أحدهم يشق إزاره بينه وبين أخيه باثنين، مشاركة الإزار يشق إيش؟ قطعتين، هذه القطعة لك وهذه مناصفة، حتى الإزار المال مناصفة. إن طابت نفسك قد يكون هنالك عندك من لا تطيب نفسه أو لا تطيب نفسها فتمنعك من المشاركة، أو النفس الأمارة بالسوء ليس فقط في المشاركة، في العطاء. قال من قال رحمه الله الحياة مفاوضات، هي هنالك مفاوضات بينك وبين الشيطان حيث لا تدري وعيا، تقوم من النوم أو تبيت وأنت قد عقدت النية على فعل الخيرات، أو تسمع الخطيب يوم الجمعة يقول هنالك مستشفى، هنالك عيادة، هنالك مدرسة، ويجمعون لها إيش؟ التبرعات، الصدقات. فتقول في نفسك سأتصدق بمئة، احنا ننظر بالمئة على أساس أنه 100% من المبلغ الذي تذكره في نفسك، 100 دولار، 100 دينار، 100 ألف، 150، 100%. هذا في الخطبة، انتهيت من الصلاة، صلاة الجمعة، يبدأ الشيطان يقول لك وهل تعرف إذا كان هؤلاء الذين يقومون على هذه المدرسة مثلا أو المستشفى ثقة لعلهم يجمعون ليش؟ لأنفسهم، لعلهم يجمعون ليش؟ لأنفسهم. وعلى كل حال لا، خليها 50
للمدرسة هذه أو العيادة اللي هو وخمسين أنفقها على أرملة عندنا في الحارة وفي الحي وفي الجوار. تمشي خطوات باتجاه الصندوق ولا السجادة اللي بيجمع عليها، بنزل الرقم من 50 لـ25. بعدين بصير تتفرس انت في ايش في الموضوع في السجادة، بحيث انه السقف الاعلى عندك مثل السقف الاعلى اللي على السجادة. شيطان شغال معك بفوض فيك ايش، واذا نجح الشيطان معناته يخرجك دون ان تدفع من ليمن واحدا، راح يلاقي لك حوفة مختلقة. شوف تطلع مثلا في وجوه هؤلاء القائمين ما ارتحت انت نفسيا، والشيطان عماله بيساعد فيك انك ما ترتاح نفسيا. المستوى الثالث وهو اعلى شيء، إذا المواساة بالمال المستوى الثالث هذه الحالة العليا، قال أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك، وهذه رتبة الصديقين ومنتهى درجات المتحابين. يا باي لما بنقول لبعض أحبك في إيش في الله، درجة التح بدك أنت معيار، بدك امتحان، بدك الامتحان عادة مش في الوسع. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون هنالك ضيق في الأحوال كلها، لكن إذا احتاج وقتها بتبين معك قضية هذا التحاب إذا كان حقا يصل إلى الإيثار. أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك، وهذه رتبة الصديقين ومنتهى درجات المتحابين. ومن تمام هذه الرتبة الإيثار بالنفس أيضا، كما روي أنه سعي بجماعة من الصوفية إلى بعض الخلفاء فأمر بضرب رقابهم، وفيهم أبو الحسين النوري، فبادر إلى السياف ليكون هو أول مقتول، فقيل في ذلك فقال أحببت أن أوثر إخواني بالحياة في هذه اللحظة. ناس صفوهم إيه ليذبحوهم، فقال أخوهم هنا أنا أول واحد، ليه؟ حتى يعيش البقية الباقية لحظات زيادة. بتقول فيها إيثار؟ نعم. فكان ذلك سبب نجاتهم جميعا، فكان ذلك سبب نجاتهم جميعا. يعني الموقف إيه؟ كان مشرفا لدرجة أنه يشوع في عنهم. لحظة تؤثره بلحظة، الصحابة الكرام العطشة الجرحى الذين يحتضرون، هذا يريد أن يشرب، هذا يريد أن يشرب، ومع ذلك إيش آثر أن يشرب أخاه قبله، وذاك آثر أخاه، فما شرب لا هذا ولا هذا ولا ذاك. إن شاء الله يشربون من ماء إيش الكوثر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة، شربة لا يظمأون بعدها أبدا. فإن لم تصادف نفسك في رتبة من هذه الرتب مع أخيك، ثلاث مستويات، فاعلم أن عقد الأخوة لم ينعقد بعد في الباطن، يعني في باطنك، وإنما الجاري بينكما مخالطة رسمية لا وقع لها في العقل والدين. وين وصلنا؟ إذا ما وصل لا فضلة، يعني الفضل اللي عنده الفضلة ما أعطيت ولا مشاركة، ما وصلت ولا إيثار، ما بلغت، فالكلام بينك وبينه إيش؟ ما احنا بنقولها علاقة رسمية. شو يعني علاقة رسمية؟ يعني أنت لست ممن يؤثر على نفسه في هذه الحالة، وإنما الجاري بينك مخالطة رسمية لا وقع لها في العقل والدين. فقد قال ميمون ابن مهران من رضي من الإخوان بترك الأفضال فليؤاخي أهل القبور. ليش يؤاخي أهل القبور؟ شو اللي بتعطيهم لأهل القبور؟ تدعي لهم، لا بتعطي له فضل، بل لو آخى
يعني لو قام بحق الأخوة مع أهل القبور لماذا فعلوا؟ بالأمس علمت عن خريجي دفعة طب، الله يجزيهم الخير، هؤلاء الخريجون منذ سنوات بلغهم أخيرا مؤخرا بلغهم من إحدى الطبيبات اللواتي كانت معهم في الدفعة توفيت، فقرروا تلك الدفعة أن يقيموا يحدثوا صدقة جارية عن روحها رحمة الله عليها وعليهم وعلينا معهم وعلى المسلمين أجمعين. شفت الأخوة هنا؟ توفيت ما قالوا الله يرحمها وبعد كل واحد يرجع لشغله وانتهى، قرروا فيما بينهم كل واحد يمد يده على جيبته ويعملوا ايه؟ صدقة جارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو، لكن إيش؟ صدقة جارية. سبحان الله، تجري على أولادك على أهلك على أحبابك وعلى زملائك تجري عليهم الإجراءات ولا يكون هنالك في الأخير شيء من هذا القبيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يسعون القول والحمد. سبحانك اللهم وبحمدك نشكرك، جزاك الله خير.